بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الإخوة الذين يقفون هنا أمام السفارة السعودية لم يختاروا لأنفسهم أن يكونوا هنا، ولو أن السعودية لم تتدخل في البحرين ولم تشارك العصابة الخليفية في قتل المواطنين وهدم المساجد وتفجير رؤوس المتظاهرين واعتقال الأطباء والنساء والرياضيين، لو لم تفعل ذلك لما كان لشعب البحرين أن يهتم بما يجري بشكل مباشر في السعودية. فالبحرانيون لا يتدخلون في شؤون غيرهم، ولكنهم هم الآن في موقف الدفاع عن النفس، بلادهم تحت الاحتلال والعصابة الخليفية تشعر بقوتها بسبب وجود هذه القوات السعودية، وبالتالي فلا تستطيع السعودية أن تنكر أثر وجودها على ما يحصل لشعب البحرين من قمع واضطهاد وأيضا استبداد من قبل هذا النظام الجاثم على صدرها. وبالتالي فإن هذه الاحتجاجات تهدف لإطلاع العالم على حقيقة الوضع في البحرين، وأنه لولا هذا الوجود العسكري السعودي الذي اعترف به الأمير تركي الفيصل قبل أسبوعين في لندن لما كان لنا شأن بالسعودية. يعني ليس همنا وليست أولويتنا أن نقف أو نواجه الحكم السعودي، هذا شأن مواطني الجزيرة العربية، ولكن بسبب وجودهم في أرض البحرين فسيظل صوت الثوار وصوت الشعب عاليا ما داموا موجودين على أرضه، وما داموا يقدمون الدعم لنظام يعذب ويقتل ويعتقل ويهدم المساجد، وما محاصرته في هذا اليومين لمسجد الإمام الصادق في سلمى أباد إلا بسبب شعوره أن ظهره قوي بسبب وجود الاحتلال السعودي الجاثم على صدور الشعب. نقول أن شعبنا سيظل يعارض الاحتلال والاستبداد، وقد أثبتت مسيرته طوال السنوات الثلاث أنه شعب لا يركع إلا لله، ولا تنحني هامات شبابه ونسائه وأطفاله ورجاله إلا للمقتدر الجبار، فهو لا يخشى أحدا وسيظل في الميادين مطالبا بحقوقه حتى يحقق الله له النصر على أعداء الحرية، أعداء الديمقراطية، أعداء الإنسانية.